بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الأربعاء 12 تشرين أول سنة 2022، معكم فواز حسين من قرية حرفيش في الجليل الأعلى. ساعة عصر أنا موجود في هضبة الجولان بالقرب من بنياس الحولي، وبدي على الطريق في كنيسة قديمة، بدي اعمل شريط عنا. هاي الجهة الغربية من الكنيسة قبالة منطقة الحولي، قبالة هاي الهضبة السورية. معروف انه السيد المسيح وصل كمان لمنطقة البنياس وجبل الشيخ. هاي الجهة القبلية من الكنيسة، الكنيسة مسكرة فيش الى استعمال يعني، اما مثل ما سامعين فيها كثير من طيور الحمام اللي ترمز للسلام وللمحبة اللي نادى فيها السيد المسيح. يعني بكلمات أخرى، الحمام يسبح الله تعالى في الكنيسة. هاي الجهة الشرقية باتجاه الهضبة، هاي الطريق اللي بتطلع على الجولان بتمر في البنياس. احنا اللي قبالنا جبل روس اللي هو الجزء الغربي من جبال الشيخ. هاي المنطقة منطقة جبلية مشتركة بين سوريا ولبنان وإسرائيل. هاي عنا بنرجع هون الجهة الشمالية من الكنيسة. اليوم تشرين طقس معتدل، السماء فيها شوية غيم، نسأل الله تعالى يبعث الخير في المطر الأول. بعد مرة قلنا الحكي عن كنيسة البنياس، بنياس الحولي في منحدرات الغربية لهضبة الجولان. شكرا لكم، إن شاء الله نلقي في يوم ثاني في محل ثاني.